السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الفنان السوري مازن قباني. احنا نشربو العصير وكلشي. شو واش عطاولي الماء. ثانك يو براذر، يعني حسن الضيافة. مدخل جزيرة اللؤلؤة كي تكونوا داخلين راح تشوفوا هذا الأبراج UDC بمعنى United Development Company أو الشركة المتحدة للتنمية. ممكن راح تتساءل عن وجود هذا الأبراج في مدخل جزيرة اللؤلؤة، ولهذا أنا موجود داخل هذا المكتب الرئيسي لهذه الشركة باش ناخذ يعني المعلومات الكافية على هذه الشركة. أول حاجة، هذه الشركة هي اللي ساهمت في تطوير دولة قطر أو المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة وجوان، ولهذا أنا أخذت الإيميل الخاص بهذه الشركة. هذا هو الإيميل. إذا تحب يعني تقدم على وظيفة على هذه الشركة، ما عليك إلا التقديم عن طريق هذا الإيميل. وداخل هذه الشركة يعني كاين مجسم كامل لجزيرة اللؤلؤة اللي موجود في مبنى المحارة هنا في مدخل الجزيرة. على يمين هذا الأبراج يوجد هذا المبنى، مبنى المحارة. ومن بين أحسن التحف المعمارية على يمين الدوار في مدخل جزيرة اللؤلؤة اللي هو مسجد حمد بن جاسم بن جابر الفاني. مؤذن اللي موجود في هذا المسجد يفروم اندونيسيا، صح؟ صحيح. ونخلي لكم فقط الفيديو هذا باش تسمعوا الصوت تاعو شحال مليح. ما شاء الله مسجد الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني، مسجد ما شاء الله افتتح حديثا في جزيرة اللؤلؤة، من أجمل وأفخم المساجد ومن بين أكبر المساجد في قطر. هذا هو مدخل المسجد، وهذا مكان اللي نحطوا فيه الأحذية، وهذه هي الساحة. هذا مكان للوضوء، كان درج كهربائي. شوفوا فقط يعني فخامة المكان. هذا مكان الوضوء مبني على الطريقة العربية. شوفوا فقط إنارة المكان وحتى الديكور اللي موجود في الساحة. الماء بارد بزاف، الماء كأنه كان في الثلاجة. مسجد مبني بطريقة هندسية رائعة وفن الباروكي اللي هو فن الأوروبي، يتمثل في هذا الأعمدة وحتى الأقواس وحتى الديزاين اللي موجود في هذه القبة. طبعا هذا المسجد ما شاء الله يعني مع ساحاته ومرافقه يمتد على مساحة تقريبا 28 ألف متر مربع. المسجد ما شاء الله افتتح في 19 ديسمبر من عام 2023، أي قبل 6 أو 7 أشهر تقريبا. إن شاء الله يعني المسجد جميل جدا، وتصميمه كان على الطراز المساجد التركية، وكان أيضا مصممين هم مصممين الأتراك اللي يسمونه الطراز الباروكي. إن شاء الله يعني مسجد جميل جدا وفي منطقة جدا جميلة، والمنطقة كانت جميلة، والمسجد ما شاء الله زاد المنطقة زادها جمالا وأناقة. وما شاء الله المسجد يعني يتسع لتقريبا أكثر من 3000 مصلي، تقام فيه الجمعة وجميع الصلوات. محطة للباص هنا يو، وهنا تشحن الهاتف، والمكان مكيف. هذا المكيف. روعة بناء هذا المدخل اللي مخدوم على الطريقة الهندسية الإسلامية، الأقواس وهذا القبة وهذه مثل المنارة. موجود في بورتو أرابيا، وين بالضبط؟ في التاور 6. أول حاجة اللي عجبتني اللي هي هذا الديكور الهندسي الأندلسي، والأندلس كل ابناء هما المسلمين، يعني كل هذا الديكور اللي راكم تشوفوا فيه هو ديكور أو إرث إسلامي. يعني شوفوا فقط المكان. هذه اللي مخدومة مثل السمعة تبع المسجد، راح نطلعوا كامل فوقه باش نشوفوا فقط الإطالة على بورتو أرابيا. راح نطلعوا الدرج هذا باش نوصلوا للمنطقة هذه. مرحبا بكم خوتي في قطارة، في أعلى قمة اللي موجودة في قطارة راح تلقاو هذا المكان اللي عبارة عن خيم، لكن أفضل حاجة اللي راح تشوفوها اللي هي هذه الإطالة. واو، شوفوا فقط الإطالة هذه، يعني من الجهة هذه لوسيل واللؤلؤة، ومن هون أبراج الدفنة. وشوفوا فقط الجلسة كيفاش مخدومة، الجلسة العربية، كان حتى مبرد، شاشة تلفزيون، وهذه مكان لتناول الأكل في حطب، يعني الناس اللي تحب يعني تعمل
شواء او طيب القهوة العربية. كاين هذا المجلس وهذا الجلسة، يعني الديكور يختلف. هذا المكان اللي تقدر يعني تعمل فيه شواء والإطلالة بالطبع. وهذه هي كتارة، الحي الثقافي الوسط كامل، عاملين هذا مكان اللي تبع الشواء بالشاي قهوة العربية او الشواء. كان الناس اللي تحب يعني تأجر هنايا تروح لتحت. name for this place سكاباشيا restaurant سكاباشيا. how much for one day 2,000 hours. وفي هذه المنطقة يوجد مطعم من أفضل المطاعم هنا في دولة قطر اللي موجود في جزيرة اللؤلؤة. جالسين في المنطقة هذه وذوك احنا رانا في مطعم من بين أفضل المطاعم هنا في دولة قطر، قصر الياسمين. وكي تكونوا داخلين المطعم، وأحسن حاجة اللي راح تشوفوها يعني في مدخل المطعم اللي هي هذه الشخصية، شكون اللي ما يعرفش صلاح الدين الأيوبي القائد المسلم، ومن الجهة الثانية الحسن بن الهيثم. وبالطبع هذا عبارة عن مسك. الجهة الثانية هذا عود. كي تكونوا داخلين بالطبع راح يضيفوكم. هذه عوامة أو لقيمات، هذه القهوة العربية. Thank you. كاين حتى التمر، يعني ضيافة على الطريقة العربية. أهلا وسهلا، ويلكم تو ياسمين فالاس. أحسن حاجة كي تكونوا داخلين المطعم اللي هي هذا المكان، والله بصراحة فخامة. وهذه المنطقة يسموها الأندلسية بالنسبة إلى مدينة الأندلس، يعني الديكور أندلسي وشامي، حتى الديكور خليجي، يعني شوفوا فقط روعة المكان. قصر الياسمين مطعم موجود في جزيرة اللؤلؤة، أحد أفضل أماكن تناول الطعام في قطر، والأكل المتنوع يمزج ما بين الماضي والحاضر من العهد الأموي بني أمية في بلاد الشام والأندلس، وهذا يخليك تتمتع بالهندسة المعمارية العربية الأصيلة التي يتميز بها مطعم من بين أفضل المطاعم في قطر والعالم. مطعم يتكون من عدة جلسات، جلسة داخلية وخارجية التي يسمح فيها التدخين مع إطلالات رائعة وسهرات موسيقية رائعة مع فنان بلباس السلطان الذي يعود إلى عصر بني أمية. المطعم يستحق الزيارة ولو مرة أو حتى للاستكشاف. الربوة أو الركن الشامي، يعني كل هذا الديكور هو ديكور شامي، وأحسن حاجة هي إنارة المكان. وهذا بار ستيشن. هذه المنطقة يسموها الربوة، يعني منطقة تبع التدخين، وأحسن حاجة اللي فيها كي تكونوا مريحين هنا يعني الإطلالة هذه تكون على البحر. عندهم الجلسة هذه اللي تكون الإطلالة تاعها على البحر، الدفنة، كاتارا وبورتو أرابيا، وهذا عبارة عن غرف برايفت. بتجيب لي منه تذكار شي ورقة وشي صورة، عالورقة يكتب أشعار واسمه على الصورة، لما بتبكي المواويل يسأل عن أهل المنديل، يا مرسال المراسيل وسلم على حبيبي. طلبنا فطور صباح، الصينية الذهبية بسعر 199 ريال كما راكم تشوفوا. شوفوا واش فيها، شكشوكة
وفول وزيتون وعنب، هلابية، رز بحليب، حمص، فلافل، أومليت، ولبنة بالزعتر، وفيتا تشيز، صوص الجرجير، منقوشة زعتر وجبن ومحمرة وخبز. في الماكلة يعني نعرف غير ناكل. إيمان هي اللي مختصة في الأكل. نبدأ بالحمص، نقول لك حمص لازم يتكل بالإيد يا جماعة، بالإيد. الفول دان، الحمص دان، شكشوكة بدون مجاملة، ولا غير بدون مجاملة عجبني الفول والحمص. زيتون مشوح، مكدوس. هذا المكدوس عبارة عن بدنجال محشي بيحشوه توابل، بيحشوه مكسرات مع جوز. المكدوس عالمي. نسينا شيء، الفلافل. اسمعوا لي القرمشة، فلافل بالسمون عالمي الفلافل صراحة. أحسن شيء أنكم تاكلوا بإيديكم ولا تستعملوا ولا شوكة ولا سبون ولا أي شيء. كيوكمبر، جرجير، تأخذ معها شوية تركي بالإيد يا جماعة، بالإيد. فيتا تشيز، هذو كلهم تغمسوهم في الحمص، ويجي معها عصير برتقال، منقوشة بالجبن. تفضلي. بسم الله. كل ما يعرفش. نمسحوا يدينا بالوايبس اللي عندها ريحة تبع الياسمين. والختام، مسك الختام بالشاي الأحمر. المهم الفطور اليوم على حسابها. علاش؟ باسك في الكونت تاعها في الانستغرام وصلت 100K، وعلى هذه عرضتنا لهذا المطعم باش تخلص لنا الفطور. عقوبة العشاء ان شاء الله. ان شاء الله العقوبة المليون متابع. آمين. وهذا هو الحساب تاعها، دخلوا كامل عندها. إيمان. هذا هو الريسبشن وهذا المطعم. نحن جيمخانا ريستورانت، موجودين بكاتارا هيلز الاكس ار. المطعم هو مطعم هندي تابع لجيمخانا لندن باي جي كي اس جروب. عندنا 15 فيلا، 1 بيدروم، 2 بيدروم، 3 بيدرومز فيلا. الجلسه تبع المطعم يعني من الجهه الخارجيه المطله على الفندق، وحتى الاطاله على ابراج الدفنه. ماي فريند، وير ار يو فروم؟ فروم يوغاندا. فروم؟ فروم يوغاندا. يوغاندا Africa. I'm also from Africa, Algeria. Algeria with Uganda. That's nice. Nice to meet you, bro. كنا في المنطقة هذه اللي راكم تشوفوا فيها، وبعدها جينا عند هذا المطعم اليمني باش نجربوا فقط الأكل اليمني. هذا مطعم يمني عربي، نتميز احنا بالأكلات العربية مثل العريكة والمعصوب. مطبق لحم اللي هو عبارة عن لحم وبصل وطماطم، يحطوا لك فلفل، ليمون. نجربوا فقط الأكل تاعه. It's good. الأكل يمني. أول مرة راح نجرب نشرب عصير القصب السكري. عصير قصب عادي وايد زين، عادي healthy، عادي يسوي عادي كله نظيف، بعد عادي انرجي درينك نفس عادي كل الزين، عادي وايد زين، عادي عسلي مال طاجة والله وايد زين. نجربوا العصير ونشوف. بسم الله.
والله بصراحة عصير روعة. Without sugar. Without sugar. والله عصير روعة. لازم تجربوه. رايت حمزة. والله بصراحة عصير قوة. يلا برودر. اوكي. مع السلامة. المكان هذا جاي في كطارة. كملنا العصير ووصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم. ما تنسوا تشتركوا معنا في القناة وديروا لايك وبارتاجوا هذا الفيديو. سلام.